انت لما بتنزل تصطاد بالطرق الطبيعية التقليدية، ايه المشاكل اللي بتواجهك في الصيد؟ رقم واحد ان رزقي بياخدوا غيري، رزق اولادي بياخدوا غيري. النهاردة انا بطلع باخد ابني وبسرح بيه، برجع 5 كيلو سمك. ده اسبابه ايه؟ ان اي زريعة في بحيرة البرولس بيتم انتشالها. حتى ان حضرتك الهيئة مشكورة وضعت 4 مليون زريعة بولتي ومليون زريعة مبروكة، ومعالي الوزير يعلم ذلك عماد بيه، تم اصطيادهم خلال اسبوع بعد ما كانوا اطرحوا في البحيرة. يعني شوف الدولة بتنمي ومافيا سريعة بتخرب بتخرب. أنا النهاردة سارح عشان ورايا أسرة، مش بتلاقي بقى سمك، ما بتلاقيش. هل معنى ذلك إن ما فيش سمك؟ لا، موجود. لكن مافيا سيتي الزريعة مسيطرة على بحيرة البرولس وجميع الحرف المخالفة مسيطرة على البحيرة. ده رقم واحد. ماشي. رقم اتنين، بحيرة البرولس فيها جزر أبوابها مغلقة من الحشائش، وباللغة العامية بتاعتنا وعماد بيه يعلم هذا الكلام، بنسميه احنا الحمول والبوس. هذه الأبواب يجب أن تطهر. ليه؟ عشان المية ما تفضلش راكدة وواقفة. المية تروح وتيجي، والأبواب لما تفتح يبقى في مسار للمياه تتجدد، يبقى في مد وجذ، ويبقى في تجديد للمياه البحيرة. وبالتالي انتوا بتطالبوا بفكرة تطهير البحيرة من الحشائش اللي موجودة فيها. بالظبط كده، وفتح الأبواب المغلقة فيها بين الجزر وبعضها البعض. بحيرة البرولس مسدودة للدرجات دي من الحشائش ديت يا عم محمد؟ ايوه يا فندم، ده عماد بيه قضى عندنا 4 سنوات ويعلم ذلك جيدا. يعلم ذلك جيدا، كل صغيرة وكبيرة في بحيرة البرولس يعلمها معالي الباشمهندس عماد. هو في محاولات لتطهير البحيرات يا باشمهندس حصلت، مثلا زي بحيرة اعتقد مريوط، وفي بعض حضرتك البردويل مع في الدولة ابتدت السيد الرئيس برولس. يعني ده اعتقد توجه برضو للدولة حاليا لتطهير البحيرات. بحيرة البرولس تحديدا انا كان ليا الشرف ان انا خدمت فيها، ويعني الحاج محمد الامانة يعني من الناس اللي كانت يعني في الحق لا يخشى لومة لائم. الله يخليك. ولي ايادي بيضاء كتير على قطاع الصيد، وكان هو بيتكلم يعني غيره وحبا للمكان. طبعا وانا يعني عشان خدمت هناك فبرضه بحب هذا المكان. لكن الامانه برضه عشان يبقى برضه اعطاء كل ذي حق حقه، بحيره البرولس تحديدا فيها شغل من 2014. يعني تم عوده 35,000 فدان كانت محجوبه، كان محمد بيطه قبل مني. حضرتك في حضرتك شركه المقاولين العرب محجوبه بسبب ايه؟ حضرتك بيحصل في مخالفات صيد او اطماءات، او في ناس بتروح من تداوير، واخد بال حضرتك.